مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل خلطة سحرية لتنظيف حوائط المطبخ. مهما كان مطبخك صغير وكل دهون بالشكل ده، هينضف بكل سهولة بخلطة قاهرة للدهون والأوساخ. زي ما انت شايفة، هنعمل خلطة سحرية لتنظيف الحوائط المطبخ من الدهون المتراكمة. ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. هنحتاج للخلطة بتاعتنا كوباية مية كبيرة. انا هعمل كمية كبيرة علشان انا محتاجها انضف بها كذا حاجة. كوباية سائل مواعين مركز، انا مش عاوزاه مخفف بمية عشان احنا حاطين كمية مية كبيرة في الخلطة بتاعتنا. هنحتاج لتلات معالق كبار نشا علشان انا عاملة كمية كبيرة زي ما قلتلك. وهقلب النشا والبريل والمية مع بعض كويس. هنقلب لحد ما يدوب معانا النشا كويس وفي طيلة الخليط ببعض زي ما انت شايفة كده. بعد ما اختلط معانا بالشكل ده، هنبتدي نجيب نص كوباية مية زي ما انت شايفة كده. الكوباية نفسها هنستخدم في المية دي، هننزل فيها بتلات معالق بطاس، تلات معالق كبار. وخدي حذرك، لازم تكوني لابسة كمامة علشان البطاس بيدي ريحة. فانت لو عندك حساسية قبل ما تجهزي الوصفة دي لازم تكوني لابسة كمامة. هنقلب كده البطاس كويس لحد ما يدوب. هتعرفي البطاس انه هو كويس لازم يسخن ويطلع أفخرة معاكي ليلة ما تشتغلي بيه. بعد ما قلبناه كويس بالشكل ده، هنبتدي ننزل على الخليط بتاعنا بالتدريج. مجرد ما ننزل عليه هيبتدي يتقل معانا ويجهز. زي ما انت شايفة كده بدأ يربط معاها اهو ويتقل. الخلطة السحرية دي هتنضفي بيها جميع الاوساخ المتراكمة لو ليها سنين، والدهون لو مستعصية هتخرج معاك. اي دهون عندك في المطبخ هتخرج معاكي بكل سهولة. وكمان لو معاكي السجاد متوسخ جامد هينضف معاكي. احنا هنعمل الخلطة دي وهننضف بيها حاجات كتيرة مع بعض وهتبهرك. وحصري من قناتي جميلة جدا جدا، هتنضف معاكي حاجات كتيرة ما كنتيش تتخيلي انها هي في يوم تنضف. هتعمل الخلطة دي هتسهل عليكي حاجات كتير. وملحوظة لازم تاخدي بالك منها، قبل ما تستخدمي الخلطة دي لازم تلبسي جوانتيات في ايديكي علشان الخلطة دي قوية. فعلشان ما تأثرش على ايديكي لازم تلبسي جوانتيات عشان تحمي ايديكي من الصودا الكوية اللي فيها. زي ما انت شايفة كده جهزنا الخلطة بتاعتنا بالشكل ده. هناخدها وهنبتدي ننظف بيها حاجات كتير مع بعض. والخلطة دي حصري من قناتي انا، محدش عملها قبل كده. الخلطة دي ياريت لو عجبتك واستخدمتيها تشيريها مع اصحابك واصدقائك واخواتك وتعملي لها لايك وتدعميها علشان هي بصراحة تستحق الدعم. ويا رب كده يكون الفيديو ينال اعجابكم. ويلا بينا ننظف بيها جميع الاوساخ المتراكمة والدهون المستعصية. وخليكم معانا وتابعوا الفيديو. دي الخلطة السحرية بتاعتنا اللي احنا جهزناها مع بعض. هنجيب قطعة سلكة كده وناخد من الخلطة على السلكة، وهنبتدي نغسل الدهون المتراكمة دي. زي ما انت ملاحظة معايا بتخرج بدون دعم، يا دوب بمشي السلكة بتخرج معايا اهي. خليكم ملاحظين معايا. هنرجع الحيطان جديدة زي الاول
ولازم تلبسي جوانتيات علشان تبقى امنه على ايديكي. مجرد ما مشيت السلك على الدهون خرجت كلها زي ما انت شايفه دي. وداعا لدهون المطبخ بامانه، حاجه كده جميله جدا جدا وسحريه. انا هشطف الحيطه بشويه ميه وهوريها لك بعد ما اشطف. زي ما انت شايفه كده الحائط بتاع المطبخ نضف معانا بكل سهوله. مكونات موجوده في البيت، هتنضفي حوائط المطبخ من جميع الدهون المتراكمه. هوريكي كمان الفرق. انا هنضف معاكم الحوائط دي زي ما انت شايفه كلها دهون، هنشوف قد ايه هي هتنضف معانا بكل سهوله. وزي ما انت شايفه كده الحوائط كلها دهون. هنبتدي ناخد من الخلطه بتاعتنا ونغسل الدهون دي بقطعه سلكه. زي ما انت شايفه كده انا بغسل فيه بيطلع معايا مهما كانت الدهون المتراكمه هتخرج معاكي. زي ما انت ملاحظه خرج معايا اهو كل الدهون خرجت. هنشوف الفرق مع بعض. وزي ما انت شايفه الفرق كده اهو، فرق شاسع بين الحيطه دي والحيطه دي اهي. هتنضفي الحيطان بتاعه المطبخ مهما كانت صعوبتها هتنضف معاكي بكل سهوله. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم. واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامه.